يقول ما يذكر عن بعض، يقول عن بعض العلماء بأن القبور إذا تجاوز عمرها 40 سنة فإنه يجوز بناء المساكن عليها، فهل ذلك صحيح؟ لا ما هو صحيح. بعضهم قال 100 سنة، إذا مضى عليها 100 سنة يجوز أن يبنى عليها، لكن هذا قول غير صحيح. القبور تترك قبورا لأصحابها، لا يعتدى عليها أبدا. نعم.